السلام عليكم أعزائي الطلبة ورحمة الله وبركاته، شلونكم عن طلاب وطالبات؟ إن شاء الله تكونون بخير صحة وعافية. طلاب وطالباتنا الغاليين، نلتقي اليوم على الخير والبركة إن شاء الله في تصوير المحاضرة الثالثة من محاضرات الفصل الأول لمنهج الكيمياء للصف الثالث المتوسط. طلاب وطالبات عين، محاضرة اليوم إن شاء الله راح تكون من أهم المحاضرات بالفصل الأول، لأنه تتضمن شرح موضوع من المواضيع الرئيسية والمهمة، وهو موضوع مستويات الطاقة. لذلك طلابنا الغاليين نبتدئ بمحاضرتنا لهذا اليوم، ويقول بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب وطالبات عين، بالنسبة لموضوع مستويات الطاقة، فأنت لازم تعرف مبدئيا أنه مستويات الطاقة تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى مستويات الطاقة الرئيسية ومستويات الطاقة الثانوية. انتبه، مستويات الطاقة شبيهة، مستويات الطاقة بها نوعين، مستويات طاقة رئيسية ومستويات طاقة ثانوية. تعال وياي، تعلمنا أنه الذرة تتكون من نواة تحتوي داخلها بروتونات، علمنا أيضا أنه الإلكترونات تدور حول النواة في مستويات مختلفة البعد عن النواة. طلابنا الغالين عيني، انتبه وياي، هذه المستويات اللي تحيط بالنواة هي سبع مستويات. انتبه، المستويات اللي تحيط بالنواة كم مستوى؟ هي سبع مستويات. المستويات اللي ندرسها بمنهجنا هي أربع مستويات، وهذه المستويات تسمى بالمستويات الطاقة الرئيسية. إذا شنو مستويات الطاقة الرئيسية؟ مستويات الطاقة الرئيسية هي المستويات التي تدور فيها الإلكترونات حول نواة الذرة. كم مستوى رئيسي؟ طبعا مستوى الطاقة الرئيسي رمزه N. انتبه، مستويات الطاقة بها رئيسية وثانوية. مستوى الطاقة الرئيسي شنو رمز ماله؟ الرمز ماله N، يعني أنا لما أشوف الحرف N شنو معناه؟ معناه مستوى الطاقة الرئيسي. تعال، مستويات الطاقة كم مستوى؟ 7. اللي ندرسه بمنهجنا كم مستوى؟ 4. يعني الآن انت جاي تشوف هذه النواة، هذا المستوى الأول N يساوي 1، يعني مستوى الطاقة الرئيسي الأول. N يساوي 2، يعني مستوى الطاقة الرئيسي الثاني. N يساوي 3، مستوى الطاقة الرئيسي الثالث. N يساوي 4، مستوى الطاقة الرئيسي الرابع. إذا مستويات الطاقة الرئيسية كم مستوى؟ هي 7، لكن اللي ندرسها بمنهجنا 4، مستوى الطاقة الرئيسي الأول ومستوى الطاقة الرئيسي الثاني ومستوى الطاقة الرئيسي الثالث ومستوى الطاقة الرئيسي الرابع. مستوى الطاقة بشكل عام، مستوى الطاقة الرئيسي رمزه N. إذا لما أشوف N يساوي 1، يعني مستوى الطاقة الرئيسي الأول. N يساوي 2، مستوى الطاقة الرئيسي الثاني. N يساوي 3، مستوى الطاقة الرئيسي الثالث. N يساوي 4، مستوى الطاقة الرئيسي الرابع. تمام، هذه الأمور وضحناها. طلابنا الغالين، هذه شنو؟ مستويات الطاقة الرئيسية. شنو مستويات الطاقة الثانوية؟ مستويات الطاقة الثانوية هي مستويات تكون داخل المستويات الرئيسية. يعني هذا المستوى بابا، هذا المستوى الآلي هو مستوى الطاقة الرئيسي الأول، أكو داخله مستوى ثانوي. عرفت؟ شنو هي مستويات الطاقة الثانوية؟ هي مستويات تكون داخل مستويات الطاقة الرئيسية. يعني اليوم من اسمه رئيسي، يعني أساسي، هذا مستويات أساسية. لكن أكو بعد مستويات، لكن هذه المستويات تكون مستويات ثانوية. المستويات الثانوية وين موجودة؟ موجودة داخل المستويات الطاقة الرئيسية. يعني هذا شوف، مستوى الطاقة الرئيسي الأول رقم 1 عند مستوى طاقة ثانوي 1. هذا الآن رقم 2، هذا مستوى الطاقة الرئيسي الثاني رقم 2، يعني عند مستويات ثانوية 2. هذا مستوى الطاقة الرئيسي 3، يعني عند 3 مستويات طاقة ثانوية. والآن يساوي 4، يعني عند 4 مستويات طاقة ثانوية. فإذا اليوم إحنا مستويات الطاقة، شنو مستويات الطاقة؟ هي المستويات اللي تحيط بالنواة اللي يدور بها الإلكترونات. هذه مستويات الطاقة أكو بها نوعين، أكو مستويات طاقة رئيسية وأكو مستويات طاقة ثانوية. مستويات الطاقة الرئيسية طلابنا الغالين هي 7، اللي ندرسها بمنهجنا 4، مستوى الطاقة الرئيسي الأول والثاني والثالث والرابع، هذه الرئيسية. الثانوية شنو الثانوية؟ الثانوية طلابنا الغالين هي مستويات تكون داخل مستويات الطاقة الرئيسية. يعني هذا مستوى الطاقة الرئيسي الأول رقم 1 يحتوي داخل مستوى طاقة ثانوي 1. شوف شنو رقم المستوى الرئيسي؟ رقم 1 يعني عند مستوى طاقة ثانوي 1، رقم 2 يعني عند مستويات طاقة ثانوية 2، رقم 3 يعني عند 3 مستويات ثانوية، رقم 4 يعني عند 4 مستويات طاقة ثانوية. عرفت؟ الآن هذا بقى، الآن هذا مستوى الطاقة الرئيسي الأول 1، يعني عند مستوى الطاقة ثانوي 1، 2 يعني عند مستويين، 3 يعني يحتوي داخل 3 مستويات ثانوية، والأربعة يحتوي على 4 مستويات ثانوية. إذا تعال نرجع للموضوع، شوف مستويات الطاقة طلابنا الغالين تنقسم إلى مستويات الطاقة الرئيسية ومستويات الطاقة الثانوية. مستويات الطاقة الرئيسية منه هي 4 مستويات، مستوى الطاقة الرئيسي الأول ومستوى الطاقة الرئيسي الثاني ومستوى الطاقة الرئيسي الثالث ومستوى الطاقة الرئيسي الرابع. شوف مستوى الطاقة الرئيسي هذا N، لما أقول يساوي 1 يعني مستوى الطاقة الرئيسي الأول،
لما أقول أن يساوي 2 يعني مستوى الطاقة الرئيس الثاني، لما أقول أن يساوي 3 يعني مستوى الطاقة الرئيس الثالث، لما أقول أن يساوي 4 يعني مستوى الطاقة الرئيسي الرابع. هذه 4 مستويات طاقة، هذه منه؟ هذه مستويات طاقة رئيسية. مستويات الطاقة الثانوية شنو؟ مستويات الطاقة الثانوية هي مستوى S ومستوى B ومستوى D ومستوى F. شوف مستويات الطاقة الثانوية منه هي 4. المستوى الثانوي الأول اسمه S، وعندنا مستوى الطاقة الثانوي اسمه P، والثالث D، والرابع F. إذن مستويات الطاقة نوعين، مستويات طاقة رئيسية اللي هي الأن يساوي 1 و2 و3 و4، هاي مستويات طاقة رئيسية. ومستويات الطاقة الثانوية اللي هي تكون موجودة داخل مستويات الطاقة الرئيسية اللي هي منه الـ S والـ B والـ D والـ F. تمام، ذولي 4. باول عين شوف مستوى الطاقة الرئيسي الأول إيش قد رقمه؟ 1. إذن يحتوي مستوى طاقة ثانوي واحد بداخله واللي هو منه اللي هو الـ S. هذا رقم 2 يعني يحتوي على مستويين طاقة ثانويين اللي هما الـ S والـ B. هذا رقم 3 يعني يحتوي بداخله 3 مستويات، منو موجودة بداخله؟ بداخله الـ S والـ B والـ D. وهذا رقم 4، شنو يعني رقم 4؟ يعني يحتوي بداخله 4 مستويات اللي هي الـ S والـ B والـ D والـ F. جاي تشوف هذا الآن رقم 4 يعني يحتوي بداخله 4 مستويات اللي هي الـ S والـ B والـ D والـ F. إذن الآن أهم شيء في هذه الفكرة الأساسية أنه الآن هذه الذرة مالتك، هذه الذرة مالتك إيش بيها؟ هاي الذرة بيها نواة وبيها مستويات. هاي المستويات الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة هاي مستويات رئيسية. أكو داخل المستويات الرئيسية مستويات ثانوية. كل مستوى رئيسي إيش قد يحتوي مستوى ثانوية؟ برقمه. يعني هذا شوف هذا رقمه 1، ما دام 1 إذن يحتوي مستوى 1 اللي هو فقط الأس. هذا رقمه شنو؟ 2 يعني يحتوي 2 اللي هو الأس والبي. هذا شنو رقمه؟ 3 يعني يحتوي 3 الاس والبي والدي. جاي 3 شلون؟ هذا رقمه 4 يعني يحتوي 4 الاس والبي والدي والاف. كل واحد بمستويات الطاقه الرئيسيه يحتوي بداخله مستويات طاقه ثانويه. كل واحد من ذولي ايش يحتوي بداخل مستويات طاقه ثانويه؟ تعال وياي. مستويات الطاقه الثانويه منو قلنا عليها؟ الاس والبي والدي والاف. بالمحاضره السابقه ايش تعلمنا؟ تعلمنا اكو شيء اسمه الاوربيتال اللي هو يكون الالكترون بداخله. لازم تحفظ هذا الشيء، انه مستوى الطاقه الثانوي اس عنده اوربيتال 1، مستوى الطاقه الثانوي بي عنده 3 اوربيتالات، الدي عنده 5 والاف عنده 7. طلابنا الغالين هذا حفظ ما بمجال، هذا لازم انت تحفظه حفظ، انه كل مستوى طاقه ثانوي ايش قد يحتوي اوربيتالات؟ الاس عنده اوربيتال 1، البي عنده 3 اوربيتالات، الدي 5 اوربيتالات، والاف يحتوي بداخله على 7 اوربيتالات. تعالوا وياي. كل اوربيتال طلابنا الغاليين يتشبع بالكترونين، كل اوربيتال يحتوي الكترونات 2، يعني هذا يحتوي 1 2. هذا الان هنا شوف 1 2 3 4 5 6، باوع كل اوربيتال يحتوي 2. واهم شيء لما توزع الالكترونات اول مره توزع مفرد، بعدين الله يصير ازدواج، يعني ما يصير تقول هيك 1 2 3 4 5 6، هذا الشيء خطأ. هذا الشيء خطأ. لما نوزع الالكترونات حسب قاعدة اسمها قاعدة هوند، ناخذها بعدين، انه قاعدة هوند شو تقول؟ تقول انه انا من اوزع الالكترون داخل الاوربيتالات اول مرة مفرد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، اجي للاف. الاف عنده 7 اوربيتالات يعني يحتوي على 14 الكترون. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. هذا الكلام وضحناه. اذا اليوم كل واحد من مستويات الطاقه الثانويه لازم تحفظ عدد الاوربيتالات بداخله وعدد الالكترونات. يعني الان الاس عنده اوربيتال 1 الكترونيا، المستوى بي عنده 3 اوربيتالات 6 الكترونات، الدي عنده 5 اوربيتالات 10 الكترونات، الاف عنده 7 اوربيتالات عنده 14 الكترون. دائما مستوى الطاقه الثانوي ايش قد عنده اوربيتالات؟ الالكترون ضعفه، باوع. يعني الان هذا عنده اوربيتال 1 الالكترون ضعفه 2، هذا عنده 3 اوربيتالات الالكترون ضعفه 6، هذا 5 اوربيتالات الالكترون ضعفه 10، الاف 7 اوربيتالات الالكترونات ضعفه اللي هي 14 الكترون. هذا الشيء حفظ. هذا الشيء الان حفظ وين يفيدني؟ هذا الشيء يفيدني هنا. تعال لما نتكلم عن مستوى الطاقه الرئيسي الاول، مستوى الطاقه الرئيسي الاول يحتوي كم مستوى؟ يحتوي على مستوى فقط اس. يعني كم اوربيتال عند هذا المستوى؟ عنده اوربيتال 1. يعني عنده كم الكترون؟ عنده الان الكترونين. اذا اليوم انت راح تحفظ انه مستوى الطاقه الرئيسي الاول عنده كم اوربيتال؟ 1. عنده كم الكترون؟ 2.
تعال إلى مستوى الطاقة الرئيسي الثاني. هذا المستوى عنده الآن مستويات 2 الأس والبي، هذا عنده أوربيتال وهذا عنده 3 أوربيتالات. هذا الآن إلكترونيا، هذا 6، 1 2 3 4 5 6. بابا لما أجي أسألك سؤال أقول لك يحتوي مستوى الطاقة الرئيسي الثانوي على عدد أوربيتالات فراغ، مستوى الطاقة الرئيسي الثاني كم أوربيتال بي؟ بابا هذا مستوى الطاقة الرئيسي كم أوربيتال بي؟ هو يحتوي على S و B، الS عنده أوربيتال وهذا 3، إذن شقد مجموعهم؟ مجموعهم 4. شوف مستوى الطاقة الرئيسي الثاني يحتوي على منو؟ يحتوي على S وال B، الS عنده أوربيتال 1 وال B عنده 3، يعني المستوى كله يحتوي كم أوربيتال؟ 4 أوربيتالات. المستوى كله كم إلكترون؟ يحتوي 8 إلكترونات. عرفت؟ ركز وياي، اكو فرق لما يسألك على عدد الالكترونات او عدد الاوربيتالات ومستوى الطاقة الثانوي، او يسألك على عدد الالكترونات او الاوربيتالات داخل مستوى الطاقة الرئيسي. اذا سألك على عدد الالكترونات او اوربيتالات ومستوى الطاقة الثانوي هذا قدامك حفظ. اذا سألك على عدد اوربيتالات يعني قال لك يحتوي مستوى الطاقة الرئيسي الثاني على فراغ من الاوربيتالات، مستوى الطاقة الرئيسي الثاني كم أوربيتال بي؟ هو يحتوي S و B، الS عنده أوربيتال وهذا عنده 3، يعني يحتوي لي على شقد؟ على 4 أوربيتالات. تمام، يحتوي شقد؟ 4 أوربيتالات. وكم إلكترون؟ يحتوي لي على 8 إلكترونات. واضح الكلام؟ إذا مستوى الطاقة الثانوي باولي هذا الآن مستوى الطاقة الرئيسي الأول شو يحتوي؟ يحتوي أوربيتال، يحتوي لي على أوربيتال 1، وكم إلكترون؟ يحتوي لي على إلكترونين. مستوى الطاقة الرئيسي الأول شبيه مستوى الطاقة الرئيسي الأول، يحتوي على أوربيتال واحد ويحتوي على إلكترونين. مستوى الطاقة الرئيسي الثاني هذا يحتوي على كم أوربيتال؟ يحتوي على 4 أوربيتالات، يحتوي على 4 أوربيتالات. وكم إلكترون؟ 8 إلكترونات. هذا الشيء حفظ، ليش؟ لأنه هذا يجينا فراغات طلابنا الغالين، هذا يجينا فراغات. مستوى الطاقة الرئيسي الثاني الآن يحتوي على كم أوربيتال؟ يحتوي على 4، لأنه يحتوي S و B، الS عنده 1 وال B عنده 3، إذا مجموعهم بالمستوى كله شقد؟ 4 أوربيتالات. كم إلكترون؟ 8. تعال إلى مستوى الطاقة الرئيسي الثالث، هذا الآن إلكترونيا، هذا الآن 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تعال وياي، مستوى الطاقة الرئيسي الثالث يحتوي على 3 مستويات ثانوية، الS والB والD، رقم 3 يعني يحتوي على 3 مستويات ثانوية، الS والB والD، هذا أوربيتال 1 وهذا 3 4 وذول 5 ايش قد صار؟ صار عندي 9. اذا مستوى الطاقة الرئيسي الثالث ايش بيه؟ يحتوي على 9 أوربيتالات. شوف ايش بيه؟ هذا يحتوي على 9 أوربيتالات. كم إلكترون؟ 18 إلكترون، 18 إلكترون، لأنه دائما دائما طلابنا الغالين دائما يكون عندك عدد الإلكترونات ضعف الأوربيتالات. ايش قد يحتوي المستوى؟ 9 أوربيتالات يعني 18 إلكترون، يحتوي ايش قد؟ 9 أوربيتالات يعني 18 إلكترون. تمام الأمور. تعال وياي إلى مستوى الطاقة الرئيسي الرابع، مستوى الطاقة الرئيسي الرابع يحتوي 4 مستويات، الS والB والD والF، الS يحتوي 2، الB ايش قد يحتوي؟ 6، 1 2 3 4 5 6 إلكترون، الD يحتوي 10 إلكترون، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تمام الأمور. الF 7 أوربيتالات يعني يحتوي على 14 إلكترون، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. تعال مستوى الطاقة الرئيسي الرابع طلابنا الغالين ايش بيه هذا المستوى؟ هذا المستوى يحتوي كم أوربيتال؟ الS عنده 1 و3 4 و5 9 و7 16. إذا هذا المستوى ايش بيه؟ هذا يحتوي لك على 16 أوربيتال، يحتوي على ايش قد؟ 16 أوربيتال. كم إلكترون؟ 32 إلكترون يحتوي لي هذا المستوى جديد، يحتوي على 16 أوربيتال ويحتوي على 32 إلكترون. هذا طلاب لازم تحفظه، ليش؟ لأنه هذا الآن اللي أنا خلي لك داخل دائرة، هذا وهذا وهذا وهذا، هذا ممكن يجيك فراغات. تفهموا ياي الآن الفكرة؟ فلذلك طلابنا الغالين الآن تعرفنا على مستويات الطاقة وتعلمنا أكو مستويات طاقة رئيسية بداخل مستويات طاقة ثانوية. من مستويات طاقة ثانوية الS والB والD والF، وتعرفنا على كل مستوى طاقة ثانوي ايش قد بيه أوربيتالات وايش قد بيه إلكترونات، ووضحناه هنا بالتفصيل. ووضحنا كل مستوى طاقة رئيسي اكو داخل مستوى طاقة ثانوية، مستوى الأول عنده مستوى ثانوي 1، مستوى الطاقة الرئيسي الثاني عنده مستوى ثانوي 2، مستوى الطاقة الرئيسي الثالث عنده 3 مستويات ثانوية، الرابع عنده 4. فبالتالي عرفنا كل مستوى طاقة رئيسي ايش قد يحتوي أوربيتالات وايش قد يحتوي لي إلكترونات. وضحنا هاي الامور كلية طلابنا الغاليين. الان انا وياك نجي الى فراغات وزارية مهمة، تعال بابا وياي. طلاب
طلابنا الغاليين، هذه الفراغات الوزارية كليتها على مستويات الطاقة الثانوية. انتبه وياي. أول شيء للتذكير، شنو هي مستويات الطاقة الثانوية؟ تعرفنا عليها الأس والبي والدي والأف. تعلمنا الأس أوربيتال واحد إلكترونياً، البي ثلاث أوربيتالات ست إلكترونات، الدي خمس أوربيتالات عشر إلكترونات، الأف سبع أوربيتالات 14 إلكترون. هذا الشيء وضحنا. تعال وياي، إذا إجاني هيك فراغ بالوزارة، كل هذه الفراغات جاي وزارياً، يقول يحتوي مستوى الطاقة الثانوي أس، هذا الأس بكم أوربيتال؟ بواحد أوربيتال. يحتوي كم أوربيتال؟ واحد. يحتوي مستوى الطاقة الثانوي P على عدد أوربيتالات إيش قد؟ هذا الـ B كم أوربيتال؟ يحتوي لي على 3 أوربيتالات. الـ D كم أوربيتال؟ يحتوي لي على 5 أوربيتالات. الـ F كم أوربيتال؟ 7 أوربيتالات. عرفت إذن؟ إذن الشرح اللي شرحناه يجيك بشكل فراغات بالامتحان الوزاري. تعال وياي، يحتوي مستوى الطاقة الثانوي S على عدد إلكترون، هذا الـ S عنده أوربيتال واحد، يعني كم إلكترون؟ عنده 2. يحتوي مستوى الطاقة الثانوي P على عدد إلكترونات، هذا الـ P عنده 3 أوربيتالات، كم إلكترون؟ 6. فراغنا الآخر يقول يحتوي مستوى الطاقة الثانوي D على عدد إلكترونات، هذا الـ D عنده 5 أوربيتالات، كم إلكترون؟ 10. والمستوى F يحتوي على 7 أوربيتالات، يعني كم إلكترون؟ 14 إلكترون. لو تحسبهم ذول إيش قد؟ 14. تمام. تعال ويا يا طلابنا الغالين إلى فراغات أخرى. الآن هذه الفراغات كلها علما، هذه الفراغات، هذه الفراغات الآن كلها على مستويات الطاقة الرئيسية. انتبه وياي، مستوى الطاقة الرئيسي الأول يحتوي على عدد أوربيتالات شقد؟ يحتوي لي على أوربيتال واحد. مستوى الطاقة الرئيسي الأول، شوف مستوى الطاقة الرئيسي الأول رقمه واحد، يحتوي على مستوى طاقة ثانوي واحد، يعني يحتوي على أوربيتال واحد. مستوى الطاقة الرئيسي الثاني يحتوي على عدد أوربيتالات شقد؟ 4. ليش؟ لأنه مستوى الطاقة الرئيسي الثاني هذا شنو موجود عنده؟ هذا موجود عنده S وموجود عنده B، هذا الآن عنده أوربيتال وهذا الآن عنده 3، إذا مجموع الأوربيتالات في مستوى الطاقة الرئيسي الثاني شقد؟ 4. مستوى الطاقة الرئيسي الثالث يحتوي على عدد أوربيتالات شقد؟ مستوى الطاقة الرئيسي الثالث هذا شنو موجود عنده؟ موجود عنده S وموجود عنده B وموجود عنده D، هذا الآن هنا أوربيتال واحد، هذا الآن هنا 3 أوربيتالات، هذا 3 وهذا عندنا شقد؟ هذا الآن 5، 1 2 3 4 5، بالتالي 1 و 3 4 و 5 9. مستوى الطاقة الرئيسي الثالث يحتوي على عدد أوربيتالات 9. مستوى الطاقة الرئيسي الرابع الآن يساوي 4، هذا الشيء يحتوي؟ يحتوي على S ويحتوي على B ويحتوي لي على D ويحتوي لي على F أيضا وياهم، هذا الآن أوربيتال واحد وهذا 3 4 وهذا 5 9 وهذا 7 16، إذن يحتوي لي على 16 الآن أوربيتال. نجي إلى عدد الإلكترونات، شوف مستوى الطاقة الرئيسي الأول بكم إلكترون؟ هذا الآن مستوى الطاقة الرئيسي الأول هو عنده أوربيتال واحد، يعني عنده إلكترونين إيش قد؟ 2. مستوى الطاقة الرئيسي الثاني عنده كم أوربيتال؟ هو 4، يعني كم إلكترون؟ 8. ليش؟ لأنه دائما عدد الإلكترونات ضعف الأوربيتالات. مستوى الطاقة الرئيسي الثاني كم أوربيتال؟ 4، يعني كم إلكترون؟ 8. والدليل تعال 1 2 3 4 5 6 7 8. مستوى الطاقة الرئيسي الثالث يحتوي كم أوربيتال؟ يحتوي لي على 9، معناته 18 إلكترون، لأن دائما الإلكترونات ضعف عدد الأوربيتالات، والدليل تعال 1 2، إيش قد ذول طلعوا؟ 18. مستوى الطاقة الرئيسي الرابع إيش موجود به؟ 16 أوربيتال، يعني 32 إلكترون. انتهى طلابنا الغالين، هذه الآن كلها فراغات وزارية وضحناها. تعال وياي لهذا التمرين، طلابنا الغالين، تمرين 3-1 شو يقول؟ يقول ما عدد الأوربيتالات في كل من مستوى الطاقة الرئيسي الأول والثاني؟ شوف لما أجي أجاوب، الآن أجاوب هذا التمرين، يقول ما عدد الأوربيتالات في كل من مستوى الطاقة الرئيسي الأول والثالث؟ مستوى الطاقة الرئيسي الأول، مستوى الطاقة الرئيسي الأول إيش بيه؟ كم أوربيتال؟ هذا مستوى الطاقة الرئيسي الأول كم أوربيتال؟ يحتوي على أوربيتال واحد، يحتوي على أوربيتال واحد. هذا الآن جاي نجاوب، إحنا من جاي نجاوب الآن فرع ألف. مستوى الطاقة الرئيسي الثالث، مستوى الطاقة الرئيسي الثالث يقول ما عدد الأوربيتالات في كل من مستوى الطاقة الرئيسي الأول والثالث؟ مستوى الطاقة الرئيسي الأول كم أوربيتال؟ واحد. مستوى الطاقة الرئيسي الثالث كم أوربيتال؟ ذوري قدامك 1 و3 و5 9، لأن 1 و3 4 و5 9، إذن هذا يحتوي 9 أوربيتالات، 9 أوربيتالات. تمام بهذا الشكل. تعالوا وياي إلى فرع باء. فرع باء شو يقول؟ ما عدد الإلكترونات في كل من مستوى الطاقة الرئيسي الثاني والثالث؟ مستوى الطاقة الرئيسي الثاني
مستوى الطاقة الرئيسي الثاني. هذا مستوى الطاقة الرئيسي الثاني يحتوي كم إلكترون؟ جاي يسألك بالفرع الأول، جاي يسألك على عدد المربعات، عدد الأوربيتالات. هنا جاي يسألك على من؟ على عدد الإلكترونات. شوف مستوى الطاقة الرئيسي الثاني شبيه مستوى الطاقة الرئيسي الثاني، هذا بكم إلكترون؟ 2 و6 إيش قد؟ 8. يعني يحتوي على 8 إلكترونات، يحتوي 8 إلكترونات. عدد الآن يقول في مستوى الطاقة الرئيسي الثالث، في مستوى الطاقة الرئيسي الثالث كم إلكترون؟ هذا الثالث بتسع أوربيتالات، معناته 18 إلكترون، معناته إيش قد؟ 18 إلكترون. تمام طلابنا الغاليين، إذا اليوم افتهمنا إحنا مستويات الطاقة وجاي نفهم شلون يجي السؤال على مستويات الطاقة. تعال وياي هنا طلابنا الغاليين، عيني أنا وياك الآن عندنا تعليل، بس مو تعليل عادي، تعليل مهم جدا جدا جدا. عندنا الآن تعليل لكن مو مثل باقي التعاليل، وإنما تعليل وزاري، بابا تعليل وزاري ومو وزاري عادي، وزاري مهم جدا جدا، لأنه هذا التعليل طلابنا الغاليين مكرر بالامتحان الوزاري أكثر من 10 مرات. يعني كل هو جاي بالامتحان الوزاري هذا التعليل. شو يقول هذا التعليل؟ يقول علل لا يتنافر الإلكترونان في حال وجودهما في الأوربيتال بالرغم من أنهما يحملان نفس الشحنة السالبة. شوف اليوم احنا بالأوربيتال طلابنا الغاليين، هذا الآن عندي الأوربيتال، شنو عندي؟ عندي هذا الأوربيتال، الأوربيتال به إلكترونات 2، هذا الإلكترون شحنته سالبة وهذا الإلكترون شحنته سالبة. احنا اللي متعلمينه بالفيزياء والمنطقي هو الشحنات المتشابهة تتنافر والشحنات المختلفة تتجاذب. شحنات مختلفة موجب وسالب، المختلفة تتجاذب بس المتشابهة تتنافر. الآن هذا سالب وهذا سالب، غير المفروض يبتعدون واحد من الآخ؟ ليه جاي يبقون واحد يم الثاني؟ يعني يقول لك علل لا يحصل تنافر، لا يتنافر الإلكترونان، ذول الإلكترونات الاثنين هم يقول لك اثنين ويحملون شحنات سالبة، ليش ما جاي يتباعدون؟ ليه جاي يبقون واحد يم الثاني ما يصير بيناتهم تنافر رغم اثنين ويحملان الشحنة السالبة؟ الجواب مالتنا شو نقول؟ وذلك لأن أحدهما يبرم باتجاه عقارب الساعة والآخر يبرم باتجاه معاكس لعقارب الساعة مما يلغي تنافرهما. يبرم يعني يدور، هذول الإلكترونات في حالة دوران، واحد جاي يدور باتجاه عقارب الساعة والثاني جاي يدور باتجاه معاكس لعقارب الساعة، ما دام واحد عكس الثاني هذا الشيء يلغي تنافرهما. فالجواب مالتنا هنا شو نقول؟ وذلك لأن أحدهما يبرم حول محوره باتجاه عقارب الساعة والآخر يبرم حول محوره باتجاه معاكس دوران عقارب الساعة مما يلغي تنافرهما. هذا الرسم للتوضيح، هذا الرسم شبيه، هذا الرسم للتوضيح فقط، هذا الرسم للتوضيح فقط. يعني انت ويا جواب ما تكتب اي رسم، هذا بس توضيح. اذا يجيني علل شو يقول التعليل؟ يقول علل لا يتنافر الالكترونان في حال وجودهما في الاوربيتال بالرغم من انهما يحملان نفس الشحنة السالبة. الجواب ما هو الجواب؟ وذلك لان احدهما يبرم باتجاه عقارب الساعة والاخر يبرم حول محوره باتجاه معاكس عقارب الساعة مما يلغي تنافرهما. طلابنا الغاليين الى هنا انتهى موضوع مستويات الطاقة الثانوية، ووصلنا الى موضوع جديد وهو موضوع الترتيب الالكتروني. موضوع الترتيب الالكتروني موضوع سهل وبسيط جدا، ان شاء الله نشرحه بمحاضرة واحدة، نشرح الترتيب الالكتروني وبعد محاضرة نشرح بها الجدول الدوري وينتهي عندنا الفصل الاول. لذلك طلابنا الغاليين احنا بكل محاضرة نشرح موضوع، اليوم شرحنا مستويات الطاقة وتعلمناها، لذلك الان اللي جاي نصل الى ختام محاضرتنا لهذا اليوم. بالمحاضرة الجاية شنو نشرح؟ نشرح الترتيب الالكتروني وشون اسوي ترتيب الكتروني، هذا وين؟ بالمحاضرة الجاية. وبالمحاضرة اللي بعده نشرح الجدول الدوري، وبهذا يتم اكمال الفصل الاول. طلابنا الغاليين انا وياك اليوم نصل الى ختام محاضرتنا لهذا اليوم، انتظرونا بالمحاضرة القادمة، والى ذلك الوقت دمتم في امان الله ومع الف سلامة.